بعد مقتل مدير فرع الاستخبارات العسكرية السورية اللواء جامع جامع في دير الزور، أعلنت مصادر المعارضة مقتل العقيد سمير محمد علي رئيس فرع الأمن العسكري في الرقة، والعميد علاء رجب قائد الفرقة 17 في المدينة. رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة الرقة وقائد الفرقة 17 في جيش النظام قضيا وفقاً للهيئة العامة للثورة بعد اشتباكات بين قوات النظام والجيش الحر الذي استهدف مقر الفرقة بقذائف الهاون ما أدى إلى مقتلهما. ونقلاً عن هيئة الثورة، فإن غارات جوية متتالية استهدفت أحياء عدة في دير الزور أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. أما فيما يتعلق بالتطورات على جبهة العاصمة دمشق، فقد أعلن اتحاد تنسيقيات الثورة صد الجيش الحر محاولة قوات النظام اقتحام القابون. الله أكبر، معظمية الشام. سيناريو مشابه في المعظمية في ريف دمشق الغربي، إذ أفاد الناشطون بارتفاع وتيرة الاشتباكات على الجبهة الشمالية للمدينة بعد محاولة النظام اقتحام المعظمية. في الغوطة الشرقية أفادت الهيئة العامة للثورة باشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام جرت في محيط إدارة الدفاع الجوي في المليحة. وفي قلب العاصمة تحدثت مصادر المعارضة عن سقوط قتلى وجرحى باستهداف ساحة بابتومة والشيخ رسلان والصوفانية شرق دمشق بقذائف الهاون. شمالاً، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط قتلى مدنيين في قصف استهدفت العرن في ريف حلب، وهي بلدة تقع على الطريق الرئيسية بين منطقة السفيرة جنوب شرق حلب ومدينة حلب، تسيطر عليها الدولة الإسلامية في العراق والشام منذ نهاية يوليو الماضي. رباء أبو درغم، العربية.